تتواصل فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار. وتضم فعاليات المهرجان 42 حفلا متنوعا. وسط أجواء مزجت بين الحضارة والتاريخ وفي أحضان قلعة صلاح الدين الأيوبي انطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بمشاركة العديد من نجوم ومطرب الوطن العربي. دورة 30 دورة مهمة جدا جدا، وإحنا عدينا للمهرجان دوت من أكثر من 3 شهور بمجموعة مميزة جدا. طبعا الظروف لغت أول 3 عروض، لكن ربنا يخلي مصر دايما بخير وبنعزي كل الشهداء والمصابين يعني. وان شاء الله الدوره ديت دوره مميزه جدا، فيها نجوم جداد وفيها يعني احنا عاملين برنامج مميز جدا. يمكن لو حضراتكم بصيتوا في اكتر من 3 عروض في اليوم. حفل الافتتاح بدا بتكريم 9 شخصيات ساهمت في اثراء الساحه الفنيه في مصر والوطن العربي، ثم انطلقت ملحمة موسيقية وسط أقبال كبير من الجمهور لتعلن عن بدء دورة جديدة من دورات المهرجان. مبسوط بالمهرجان العظيم الكرنفال الرائع ده، لأنه مجمع مجموعة من كوكبة الفنانين اللي احنا بنحب فنهم وبنحب نسمع كلماتهم وبنحب نسمع الألحان بتاعتهم اللي فعلا بتحاول تعبر عن الحالة وبتوصل فعلا المعنى بكلمات الواحد يحب يسمعها. مش أول مرة أنا أجي، أنا جيت الدورة اللي فاتت كانت جميلة كل حاجة وسعرها معقول في المعقول. تنظيم ممتاز جدا والأمن موجود بشكل مكثف والدنيا جميلة جدا، يعني حاجة في قمة الروعة. الفعاليات شملت عروضا لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى عدد من الفرق العربية المشاركة في الحفلات. يعني أنا ذهلت الحقيقة، بس يعني دخلنا على القلعة لأنه بديت أقرأ التاريخ وافتكر ايش اللي صار، يعني بيعمق الاشي اللي عم نعمله. يعني وجودنا في مكان اثري بيعطي روح اكثر للي احنا عم نعمله، لانه احنا عم نقدم تراث والمكان اللي فيه احنا حضاري واثري. القلعه شهدت العديد من التجهيزات لانطلاق المهرجان، حيث يستوعب المسرح قرابه 5000 متفرج للاستمتاع بالعروض الغنائيه بصحبه نجوم محكى القلعه. احمد الحسيني، التلفزيون المصري.